أننا لا نبدأ شركتنا مع الله من نقطة العهد. تبتدي الشركة مع الله من نقطة الإيمان. كويس أوي، ده الإيمان ده هو كل حاجة وأي حاجة. تبتدي نقطة الشركة مع الله من نقطة التوبة، ده كويس ونص دلوقتي. تبتدي نقطة الشركة مع الله من أي حتة تعجبك، كل دي نقط صحيحة، ولكن تبتدي من غير ما تكتب العقد وتقطع العهد، أنت تبدأ بداية قابلة للكسر وبداية مش فاهمة هو الموضوع إيه. موضوع أنه عهد، الله يقطع عهدا مش مع البشر، لا مع الإنسان. العهد شخصي وفردي. أنت ما عملتش العهد ده، معلش النهاردة مش نهاية التاريخ، فرصة متاحة، بس إذا كنت ما عملتش العهد ده، كل اللي انت بتعمله في علاقتك مع الله مهدد بالانهيار، لانه بيقوم على غير اساس راسخ. قلنا المسيح ذو المجد بيعمل مع الكنيسه جواز عرس. يعني ايه العرس؟ يعني شخصين كل واحد بيقول للتاني اكون لك بالكامل ولغيرك لا اكون، والا ابقى فسخت العهد. هو ده العهد مع المسيح، هو بيقول لك اكون لك بالكامل، وبيقدر يدي لك نفسه بالكامل، وطبعا لان هو اصله مش محدود فبيقدر يديك نفسه بالكامل، وبيدي نفسه بالكامل لكل الملايين المدعوين لانه لا نهائي. كمالة العهد من الناحية التانية، انك لازم تقول له انا قبلت انك تديني نفسك، وأنا كمان أعطيك نفسي بالكامل ولغيرك لن أكون. المسيح بيقول لك أعطيك نفسي، وما أديك نفسي بديك حياتي، بديك مجدي، بديك قدستي، بديك بنوتي للآب السماء وتبقى ابني، بديلك روحي روح قدس، بديلك بديلك بديلك، لاني بديك الاول نفسي، وانت بتجيب وتقول انا بقبل انك تديني نفسك، وانا كمان بديك عهد ان اديك نفسي بالكامل ولغيرك لن اكون. اذا ما كنتش قطعت العهد بالطريقه المحدده دي اقطعه دلوقتي، لانه اذا ما كنتش قطعت العهد بالطريقه المحدده دي فهذا هو السبب في الخلل في شركتك مع الله، هذا هو السبب في ان شركتك مع الله يوم طالع ويوم نازل، لان بنود العهد مش واضح، هذا هو السبب ان ابليس بيحاربك وانت بتقع تحت الحرب، ان محددات العهد مش واضحه، ان هذا العهد له طرفين، المسيح والانسان انت، ان المسيح سيتمم كل ما خرج من فمه، حتى لو بدا انه شيء غير ممكن او غير متصور. ازاي دي بقى مش شغل، وازاي دي بقى مش بتاعك، وازاي دي فوق عقلك، ولكن ليس الله انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم. هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ حاشا. كما علت السماء عن هكذا علت طرقي عن طرقكم وأحكامي وأفكاري عن أفكاركم. قال له إبرام سر أمامي وكن كاملا، أجعل عهدي بيني وبينك أبرك، بدل ما أنت إبرام أخليك إبراهيم، إبرامات كثيرة، ابن 99 سنة، وأنا ماض عقيم ووارث بيتي هو لعازر دمشق. هتعمل إيه يعني؟ مش الفكرة إن هو هيعمل إيه، ده الفكرة أكبر من كده بكتير قوي. مش الموضوع إن هديك عيل، لا لا، ده الموضوع إني أجعل نسلك مثل نجوم السماء
وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يعد من الكثرة. ده إبراهيم بقى أب لكل من هو من الإيمان. عد بقى كل من هو من الإيمان على مدى الظهور والأزمان. البركة التي يعنيها الله في وعده لك شيء متفوق على خيالك، شيء متفوق على قدرتك على الاستيعاب، الذي يعطينا أكثر مما نسأل أو نفهم أو نفتكر. اللي بيديهولنا أكثر من اللي بنطلبه واللي نتخيله. هو الفرق بين إنسان وآخر حاجة واحدة، إن واحد قدر يمسك بالعهد بتاع الله معه، والتاني ما مسكش بالعهد من غير ما تقوله هتعمل ده إزاي. عليك حاجة واحدة، عليك إنك توفي شروط العقد من زاوية، وتكتب الرؤية وتنقشها على الألواح. أصل بتمر أيام بعد كده هنسيك الكلام الكبير ده، تمر ظروف كثيرة تخليك تعمل تنازلات وتخليك تنسى، سواء تنسى بالمعنى الحرفي لكلمة تنسى أو تنسى يعني تنسى بالتنازل. بس أصل الطرف الثاني من العقد، من العهد، لا بينسى ولا بيغير أقواله ولا بيرجع في كلامه ولا بيعجز عن تحقيق وعوده. اقعد قاعده هاديه ومهد الرب، هرجع كل الكلام اللي الله كلمك بكل حقيقته وقوته من غير ما تتطوع بان تساعده في ايجاد الحلول، ومن غير ما تتطوع انك تصنع لنفسك تصور عما يقصده الله. ما لم تراه عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه. قال طب ما أعمل إيه بس أنا بقى في الآخر أعمل إيه؟ قال له سر أمامي وكن كاملا بس، وانتظر أيوافيك كلامي أم لا. ساعة ما حيوافيك هتفهم أنا كنت بقول إيه. اكتب الرؤية، خشها على الألواح، وثبت عهدك مع الله، وسر أمامه وكن كاملا، وانتظر من أمانة قلبه في تحقيق كل وعوده. ما تتهزش، ما تتراجعش، ما تخفضش سقف وعود الله. إذا كنت ما دخلتش معاه في العهد، ادخل معاه الليالي. إذا كان هو عمل معاك عهد وعهود كثيرة وسقطت منك وانطفت منك، لمعها الليالي وانفض الغبار عنها التاني، وانقشها على الألواح وحطها قدامك وقول يا رب أنت لست إنسان فتكذب ولا ابن إنسان فتندم، لكن افتح ذهني عشان أفهم وعودك ومشيئتك، وعشان أبقى على مستوى كلمتك وأنت قاصد بي إيه.